الاستعدادات الخاصة بنادي الجيش للمباراة يلي رح تجمعهم مع نادي الوحدة يوم السبت، تواجدت كاميرا 7 ميكس تي في لحتى تنقل لكم كل التفاصيل. خليكم معنا. بأوقات اللي بيكون في عندك لعبة بشكل عام، خلينا نحكي، بيختلف نظام حياتك؟ هلا هو ما بيختلف كتير، بس فيك تقولي الاختلاف انه نحن قبل بيوم طالما عم نكون بالفندق ملتزمين بالنادي، ملتزمين بوقت محدد، بأكل محدد، بطلعة محددة. هذا اليوم اللي قبل المباراة هو مثل الأيام العادية، يعني الموضوع الواحد النوم بكير ضروري للاعب، الأكل الصحي مثلا، مثل شو بيكون الاكل، شو بيكون كيف بيكون، قديش ممكن تكون ساعات النوم، هاي القصص ممكن تطلع لنا. هلا اهم شيء انه الواحد ينام على الساعه 11، يعني ياخذ هذا الوقت من 11 لل 5، هذا الوقت المهم. يعني موضوع الاكل، المعكرونه، الرز، الدجاج، يعني هدول الكربوهيدرات اللي الموجودين لحتى الواحد يعوض. مثل ما بتعرف اللاعب عم يركض عم يتعب، يعني احيانا نحن بالاسبوع عم نتمرن تمرينين، فهذا الشيء بدك شيء معوض، يعني السوائل الكثيره، الفيتامينات، هاي الشغلات اللي المفيده يعني نحن بنلتزم فيهم. ايه هلا لا هيك وهيك. هلا بتصور هون نحن بالبلد، يعني ما دائما، يعني ممكن نحن عم نلعب كل جمعه مباراه، بتصور 3 ايام سبت احد اثنين الواحد بيترك خلاص بمرق، يعني بياكل بصير ما بيهتم، بس هو بيهتم قبل المباراه بيومين ثلاثه. يعني مثل ما لك شايف استعداد مثل اي مباراه، مباراه الوحده هي واحده من مباريات الدوري 26، يمكن تكون لها اهميه اكثر كونها ديربي بين الفريقين، على اعتبار فريق من مدينه واحده، في تنافس في السنوات السبعه الاخيره بينهم بشكل كثير كبير، من هون تكون اهميتها. الفريقين يعتبروا منافسين على بطوله الدوري، ولكن استعدادات ضمن المعقول وضمن الحاله الطبيعيه للفريق. تمام، شو التوقعات ليوم السبت؟ هلا بكرة القدم ما في توقعات، في أمنيات، نتمنى أنه نقدم مباراة تليق بمستوى الفريقين، تليق بسمعة نادي الجيش كبطل للبطولات الثلاثة في الموسم الماضي، دوري وكأس السوبر، ونقدر إن شاء الله نربح حتى نكمل مسيرتنا في الدفاع عن اللقب اللي أحرزنا السنة الماضية. عندنا لعبة يوم السبت، شو الترتيبات؟ خبرنا. الترتيب إنه مثلا نروح على الفندق يوم الجمعة 8 بيكون في عشاء، يعني بنجتمع على 10:30 مع المدرب، والنوم على 12، وفي على ثاني يوم الساعه 10:10:30 كمان هيك نفس الترتيب، على الغدا 12 اذا اللعبه 4، ومتيسر على الملعب على 2:30. شو بتكون طبيعه الاكل اللي بتلجؤوا له، يوم العشاء او الغدا؟ هلا العشاء يعني مو شرط تقيد كتير فيه، بس الغدا قبل المباراه في بيحطوا سباكيتي ودجاج وصدر دجاج وبطاطا مسلوقه، يعني هي دائما يمكن بتساعدكم اكثر انه تلعبوا بشكل يكون اكيد الواحد يكون خفيف، يعني حتى الماده تكون شوي مرتاحه للواحد. وبعد ما تخلص مباراه بنرجع لحياتنا الطبيعيه خلاص. وين شايفين نادي الجيش هلا؟ هلا دائما بتعرفي انت الحفاظ على البطوله او على اللقب اصعب من الحصول عليه، يعني المشكله انه بلشنا السنه مع الحرفيين بدايه قويه، تعسرنا بتعادل مع الوسبه، رجعنا ربحنا المباراة الثالثة، وعنا مشكلة بتأجيل مباريات. نحن يعني هاي المشكلة، يمكن العالم فكرة انه والله تأجيل مباراة لفريق الجيش انه مكسب له، لا بالعكس، نحن يا ريت لعبنا المباراة ومشينا مثل النظامي، لانه محضر الفريق على الاساس. عنا 4 لاعبين منتخب الرجال، اضطرينا يأجلونا مبارياتنا اجباري، يعني حارسين المرمى الاساسيين واللاعبين مهمين بالفريق، فهذا الشيء اكيد بياثر على 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 يعني الخط اللي ماشي فيه الفريق. بتعرف انت تكون عم تلعب مباريات وهي بتختلف الوضع شوي. نحن هلا ترتيبنا بالدوري الثاني من 3 مباريات، طبعا تشرين حصد نقاط الاربع مباريات العلامه الكامله، هذا الشيء ممكن يترتب علينا بعض الضغوطات طبعا، بس متعودين نحن دائما على المنافسه على الصداره، لنا 4-5 سنين كل سنه بننافس على الدوري واخر شيء بنحصل عليه.
كانت أجواء الاستعدادات الخاصة بنادي جيش لمباراتهم مع نادي الوحدة يلي رح تكون يوم السبت مثل ما نقلت لكم ياها كاميرا 7 ميكس تي في. من داخل نادي جيش كنت معكم رهف قاسم، دمشق.